اهلا بحضراتكم من جديد. اللي ما تابعناش في البدايه، احنا كنا النهارده بنتكلم عن الاسكواش. الاسكواش من الالعاب اللي فيها منافسه عنيفه جدا، خاصه في الاعمار الصغيره. ليه؟ لان مصر كلها بتلعب سكواش، يعني بجمله بسيطه. فالنهارده لاعبتنا او بطلتنا عندها 11 سنه، لعبت بطوله الجمهوريه منذ ايام تحت 11 سنه، اللي كان داخل فيها تقريبا حوالي 250 لاعبه، وده رقم كبير. رقم بطوله الجمهوريه بتبقى اكبر بطوله محليه وعليها اكتر عدد نقاط. ريم المغربي لعبتنا النهارده قدرت تفوز ببطولة الجمهورية. برحب بيها في البداية، أهلا بيك يا ريم. منورانا في قناة الأهلي. شكرا. مبروك. الله يبارك فيك. الكؤوس الحلوة والحاجة دي كلها. شكرا. برحب بالأستاذ محمود المغربي، والد ريم. احنا النهارده يعني كنا حريصين كمان يكون معانا الأب أو الأم اللي تعبوا وربوا عشان يشوفوا أولادهم كده. أهلا بيك يا أستاذ محمود. أهلا بحضرتك. الله يخليك. منورنا في قناة النادي الأهلي. الله ينور نورك والله، ربنا يكرمك. يمكن مش هبتدي مع ريم، هبتدي معاك. ليه؟ عشان ريم تفك شوية، لسه صغنونة حبيبتي وتشوفنا بنتكلم، فتبقى الدنيا بالنسبة لها جميلة. أستاذ محمود، يمكن دايما ومش مقولة، دي حقيقة، البطل بيتربى في البيت الأول. بالظبط. صح يا كابتن؟ بالظبط طبعا. رأيك إيه في المقولة دي؟ والله هي الأساس عندي، اللي هو مثلا البيت لما يبقى فيه التزام وفي يعني الأب رياضي والأولاد اللي طالعين برضو رياضيين مهتمين بالدراسة جنب الـ جنب الـ صحيح. جنب الـ جنب الـ الرياضة. الرياضة طبعا بتبقى فيه شوية يعني دروبات طبعاً. طبعا طبيعي، بس البيت بيبقى حريص على ده. يعني البيت شويه، ولادي كمان كانوا ابطال ووتر بولو، اخواتها الكبار ما شاء الله. ساعات بتحصل حاجات، هم بقى بيتدخلوا يتكلموا يعني هم البوش بالنسبه لريم في طب يا استاذ محمود، يعني ريم اخواتها كانوا بيلعبوا ووتر بولو وابطال، طب ليه اخترت الاسكواش؟ ده حاجه ثانيه خالص، العاب مضرب يعني، حاجه وقصه ثانيه. ايه السبب؟ انا بصراحه كنت بلعب سكواش من وانا صاير فعلا. ولحد وصلت لحد بطوله الجامعات ما شاء الله. بعد كده طبعا الواحد ما خدهاش احترافي. لما جربت مع اخواتها، بس هم كانوا مايلين شويه للكوره. للكوره في الاول كمان. كانوا لعيبه كوره، وانا على فكره كنت لعب نادي اهلي لحد 16 سنه كره قدم. ده اجيال يعني الكابتن مصطفى حسين ما شاء الله. ما شاء الله. وبعدين كان ليا زمايل في نادي الجزيره، من ضمنهم احمد طاهر. ودخلوني الاسكواش بقى على كبر. بس انت اللي دخلت الاسكواش بعد ما بطلت كوره. بالظبط. مش ما كنتش بتلعب مع بعض. لا لا لا، فده اللي خلاك دايما في الذاكره ان انت عايز حد من عيالك يلعب سكواش. بالظبط. صح. وده اللي خلاك توجه ريم للسكواش. أيوه.